السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق كيك، كيفية إنشاء الحساب على تطبيق كيك بعد التحديثات الجديدة عام 2023. رابط التطبيق راح تلقاه بالوصف. أتمنى تستفاد من الفيديو ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. نضغط على تطبيق كيك، تظهر لنا هذه هي الواجهة اللي هي تسجيل الدخول إذا كان عندك حساب، أو جوينت اللي هو انضمام. نضغط على جوين. هذه هي تعليمات، نضغط على أكسبت. هنا يجب اختيار تاريخ الميلاد، على سبيل المثال 1988، نختار سمبط. هنا اليوزر والباسورد، راح نكتب اليوزر والباسورد ونرجع لكم. يجب أن يكون اليوزر غير مستخدم في الجهاز، بعد أن تظهر لك علامة صح، وهنا الباسورد علامة صح يكون أحرف إنجليزية صغيرة وكبيرة وأرقام. نضغط على سمبوت. هنا يطلب بريد إلكتروني للتسجيل الدخول، خلنا نكتب البريد الإلكتروني ونرجع لكم. بعد ما كتبنا البريد الإلكتروني نضغط على سمبوت. ننتظر على ما يتم إنشاء الحساب. يقول لك هنا ابحث عن أصدقائك، سوف تتم مزامنة جهات الاتصال باستمرار، يمكنك العثور على من تعرفه على كيك. نقدر نضغط ليس الآن. هل أنت متأكد؟ أنا متأكد. يقول لك السماح بالوصول إلى الموقع موافق. وبهذه الطريقة تم استخدام أو تم إنشاء حساب في موقع كيك. هنا اللايف المباشر وهنا الشات، هنا علامة الدردشة أو بدء محادثة، بدء مجموعة، البحث عن أشخاص، مسح كود كيك، تقدر تمسح الكود أثناء الاستخدام. هذا هو الكود الخاص بنا، تقدر تضيفنا عن طريقه. وهذا هو كل ما يتعلق بتطبيق كيك والبحث عن طريق الأشخاص. هسا نضغط على البحث عن أشخاص. تقدر تبحث عن أشخاص بحث بواسطة اسم المستخدم، وبحث بواسطة الكود، وبحث بواسطة رقم الهاتف. أتمنى تستفادون من التطبيق ولا تنسونا من اللايك والإشتراك. التطبيق هو عبارة عن دردشة بين شخصين.